تعالى أيان ودينينا قابتن مدبر كيسن وضدكي ما ارتمال كود قشتي وخير ككر جينيي إنه إله وبركيو مدر لبعد وحي هرمر يقطهاي وناك قطهاي قابل كأي مجال هذا ما دام اللي قد ياري قاب أذيك برشد وقبان دونتا وموجنا يسا نبدأ يخير كهرمر كودن كتيرة مرك إن شاء الله تعالى مالك هذا إجتهاد ماشان وحن لين هاي مدة كوفة إيدان أتمارت وح وناس كهشان وأدون كني آخرة دي نبأ وح وين كقبط الله هذين كديجو مدنا جانس كأتسيسين فرصتنا مارت وين كم هذا علين دونتا لأن وح وين عد والباء وناك سو كرسة وحي مدين إلا ما هذا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه هاي من لا يشكر الناس لا يشكر الله قف كان ضدك وناقص مي أنو ما هاد عرين إلهي نو ما هاد عريو قف كم كم قال هذا مال قشتا وجنعسي يهال أبور يو مارت دقال سمين كسمية وحكاك يبقى تي وحي على بدن البرشاد بعيدة إذا سيدا إنه شقاء أبوري أديك لو بحنا إنه كاني إنه مقال هذا ضدك أن شوين كم كان أسوي شيء ذي مارت إن كرسوني يو مارت وحي أسوي ديرين كر إنه سمية كملكي الأهم مرك لقته قو وحنا هاي مجموعة ليلى هذا مبارك جروب بعرف قلقة هذية وان ماشان كفر ري كعمر ري بروجكتيال بدن مجال هذا عظيم نقول له هاي يهذي نقول له هاي فرمسوت كالإندستري يهذي نقول له هاي الأدلة كالترى وانه جد بتشرع قرشة هدي الليلة هذا وحيالي انه قريب كبدنا مالتي بروجكتي عن عنو القاضي نمن له هلا أو حبيبة أو عن إنجليز كيسلة جونا وحيدا كعنتا قوانا هنا نوالم باتاي شفاء وباهم تاي قال كعيو قلوا مرايا لنا ما استعيشو قال راح انت عليك ما استعيشو عيدك وغلطة ما هيسا وعن قوية أما شفاء لوجي وحي كلو يجي لهذين بروجكتي عن أدب نمر الشبيين أدبي نقود يعني مقالة نقود وعياء وعقيرة باي محمد على البرة وياشي مؤسسين تها مقالة قال خيو كبدي وحنا هنيك يبوه رجيء ومعلم كي يبوه رجيء هذا صوت على حاج حسن بوها سكول كي يبوه رجيء أما قل له برضه نكي كاني هبوه يعني أو حاضي يدري نكي معلم كاردي لها مركب مقالة دي أسعار دي يرات كي يجي يالي وحكله وعن جاب الجودي وين الجودي هل مليانة أما هل مليانة يبرر حلا من وقلته وحكى بدنا بين جاس تعيشة تذكر جناح صدرة حق ما أنت ده أنا وين تشوفنا أو مالتي كوجال أي تاي صغار وركب والسمية سد هذا عن حكين تي حنت كويلين إلا شان يلا تنقف إلا صدق نقف بشغاليز كوجال ذكوب لها حرتشين إن الله بس أنا كبعدي إنه عم تدوات نقف الموضوع أنا عملها يوم المبارك وحنوتيل المبارك كوفات نو ديار هوتيل كي قيبت هوتيل كا أو شيف عصري أو فايف ستارة أو آدي آلو قلبيي أو قلب كيسة دلي دبل برا كياني وده الله كلنا رنتي ريالي وانك كياني إن بدنا كم بدنا دبل يانك كيانو جينا كياني ألعاب تصحى ويا ألعاب شيف كيسو لسكوها اللي انكرو او آدي آدم كرانيسا لوغة تحدري كو وحوكا كومي يا هوتيل كو افر يلا تنغل وهوتيل آدي آد لوغة لبي قيبت مخايا دها كفت رئيس سورنتي ايو كافتيريا ايو هول ايو سوبر ماركت انتا ايو كومي يا هوتيل كو وأنا جروب يكلا أو ديري أهنا سيدي وستار كوره وش شيء أي واحد ودلا يجان كسر شرة أو قريب تبيها معاني أو قريب مقارنة سا تشيب تشيب السجع أي يجان وتشيت كسر شو سأدار ودلا كسر شرة وأن فلا إن دوان إلى إذن كيس ركيو الله وح خير قوي إن كذا نقول قبل كمدبنا إن شاء الله أول بين كذا حساب مرايات دي يوحى كقب غاية الهرمركي وحنا هم هاد عريلي نارنتي ولكن مرسل محمد علي برد يعد كسر شو دك بحسي سدان إني ما أنت قال كعيا نقطة هوتيل كان نقطة هوتيل كقال كعيا ودر
runtiina uguna qurux badan qaabku u dhisan yahay. Waxaan kale u mahadnaqayaa ganacsatadii hirgelisay mashruuca kan mufiidka ah. Sidii horeba loo sheegay, waddanka wax weyn ugu fadhiya, wax weyn ugu fadhiyana waxa ugu weyn oo ugu fadhiya wuxuu fariin u dirayaa dadka deegaanka ee mashaariicda ka dhisanahaya waddanada shisheeye. Wax badan anigu taa waan sheegay waxa weeye, haddii aan waddanka, waxaan malaynayaa fariintan inay gaari doonto dadka saas samaynaya, waddanku dhibaatada ka jirta iyo burburka ka jira waxaa daawo u ah in maalgelin lagu sameeyo waddanka. Dadkii lahaa hadday maalgelinta waddanka la ku sameeyaanna waddanku kama baxayo sida tan. Qof walba wuxuu yidhaahaa waddanka waxaan ku soo noqonahayaa markuu hagaago. Waxaan u dirayaa fariin ah, haddaadan adigu ka soo maalgelin ku samayn oo sidaan oo kale aada ugu dayan, ma dhacayso inaad dib ugu soo noqotid. Adiga ilmahaagu waxaa ku baabaaysaan qurba waxyaalaha ganacsigu ku hormaro, weliba meelaha hoyagaase hoteelada oo kale. Waxaa muhiima waxaa weeye doktorka ma uu sheegayay xilkaas, waa nadaafada iyo faydhowrka hoteelka in la ilaaliyo. Waa xusuusin gaara, waan ogahay inuu reedi isu diyaariyey. Dhinaca kale, dee meeshatan in ku soo saaido adeega noocaan oo quruxdaan leh, dadyooga muxuu ahaa bulshadu inay ka faa'iidaysato ma loo sheegayo. Marka waxaan idin leeyahay mabruuk, mabruuk. Mursal iyo gruubkii kaleoo wax la wadaaga waa bogaadinaynaa. Shaqada ay qabteen oo dalka iyagu ka qabsadeen, dalka iyo dadkana u qabteen, waa ku bogaadinayna. Aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa. Maalgelin badan bay sameeyeen oo geliyeen. Shaqa laga helayaa, ruux baa laga helayaa, dallisnimaa laga helaya. Waana ku faraxsannahay ragga halkan waxaan ka sameeyey. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay una soo dhaweynaynaa. Haddii ku dayasho wacan insha allah dhammaanteen waa inoo wada tiraahdeen. Allah barakeeyo. Ilaahay baa mahadan oon iska leh. Adallahi waxaan mahadcelinaynaa xafladan quruxda badan oo runtii moralka iyo waxqabadka iyo fariin qurux badan. Mudug waxaa la maqli jiray, waxbaa la dilay, waxbaa ka qaxay, waxbaa ka tegay. Laakiin hoteel intaa weyn, intaa leeg oo maalgashitaa leeg baa lagu soo kordhiyey. Waa fariin aad u weyn runtii oo umadda dhiirigelinaysa, oo runtii rag badan oo ku sii jeedi lahaa meelo kale runtii soo jeedinaya. Waxaa ilaahay ugu barinaa subxaanahu watacaala Mubaarak Group iyo Mursal iyo tiimkiisa. Ilaahay subxaanahu watacaala waxay ka doonayaan meeshan oo khayr ah, ilaahay inuu ka siiyo mashruucii laga faa'iido oo maarata lagu barakoobo. Ilaahay inuu ka dhigo subxaanahu watacaala. Waxaan u mahadcelinaynaa gruubka Mursal madaxda u yahay oo inuu ku soo biiriyey sartan quruxda badan oo ganacsiga badan iyo arrimihii uu ka sheekeeyo tirada badnaa meesha aan leh oo u faa'iideynayso gobolka. Waan uga mahadnaqaynaa. Waxaan leenahay Allah idiin barakeeyo, dabiiciinana Allah idiin hirgeliyo. Maantana sida uu ku socdo dhaqaalihiisa iyo maarata horumarkiisa aad iyo aad baa loogu jeedaa. Xalay u dambeysay xaflad ayaan ka qayb galay, sidaas oo kale loo harag jarayo oo ganacsi ku soo biiray gobolka. Waxaan dhihi karaa runtii waxaa u istaagay gobolkan dadkii asalka u lahaa oo maanta uu nagala joogo maada ka gaartay Mursal ama Mubaarak Group akhyaartaas ku bahowday. Waxaan u dhawaaqaynaa dhawaaq dheer ugu yeeraynaa haddaan nahay wasaaradda ganacsiga dhammaan ganacsatada reer Puntland, khaasatan dadka ka soo jeeda gobolkan, inay u soo diyaar garoobaan inay ganacsigooda keenaan magaalada Galkacyo. waxaan shikin garaynayaa ducada Mursal Maxamed Cali Barre iyo shirkadooda Mubaarak Group. waxaan leenahay waxaan wanaagsan oo aqabateen, Allah idiin barakeeyo. ganacsigiinana ganacsi ummadda anfaca, idinkana idin anfaca, idinkana ilaasha waxyaalaha barwaaqada iyo nabcadu leedahay nusqaanteeda. Allah idinka ilaasho, idinkana wixiina Allah idiin barakeeyo. Maxamed Cali Barre wuxuu ka mid yahay dadkii asaasay Galkacyo.
sida aan xogta waagaan yaraa ku hayayna waxaa la oran jiray gurigii uga horreeyay Cumar Maxamuud oo laga dhisay maxaa Cali Barraa dhisay. Haddii wax ka bedelay waa ii sheegi kartaan. Waana gurigii meeshii kale rag oo cusbada lagu kala rag jiray ku yaallo madaxweyne waagaan waddanka ka tegay madaxweyne buu Bakhaar u ahaa oo dumiyey. Marka haddee maantana hadduu dabaqa intaan la eg ganacsatadii waddanka muddadii hadda dhibtu ka jirtay waa ka guureene. Uu isagu inta UK oo nabad oo barwaaqo ka yimid oo halkan ka taagay isaga iyo shirkadiisu. Haddee mar labaad buu wuxuu aasaasay dib u soo noolaanshada gaalkacyo buu qayb ka yahay. Waa uga mahadcelinaynaa. Gaalkacyo haddee nabad bay heshaa hadda la yiraahdo laakiin haddii faqri jiro nabadu jiri mayso. Nabadgelyo faqri baa sal u ah. Marka waxaa la rabaa dadku gaalkacyo ka naxaya oo jecel inay ogaadaan amnigu ma jirayo haddii baahi jirto. Dadku ama waa ka tegayaan faqriga haddaan shaqo abuur jirin ma joogayaan ama tuugo iyo kharbaaniin iyo argagixisay raacayaan. Marka waxaa la rabaa si dadka loo xasiliyo oo magaaladu camiranto oo dadka reer mudug oo labada dhinacba degan oo hadda walaalnimadii ka dhuntay 30 sano ka hor hadda aad moodi inay u soo laabatay dhaymo badanna weli rabta. Annaguna hadda aanu in badan ka shaqaynaynay odayaasha dhaqanka iyo ismada iyo nabadoonnada iyo culimmadu in dhaymahaas uu sii socdo oo aanu ka ilaalino in xagata gaarto. In waxaa la rabaa marka dadkii ganacsiga lahaa oo dhinac walba mudugha ka jireene inay horta iyagu ugu soo hormaraan dadka oo ay maal gashadaan. Asbuucii hore waxaan dhagax dhignay isbitaal weyn oo ay sheegeen dadka fure in xataa xubnaha qaar lagu bedeli karo oo looga maarmi karo in dibadaha loo aado. Maantana waxaan xarig jarnay hotel weyn oo runtii 3-star ah hotel qiimo badan oo aad si fiican u goglan cunno wanaagsan oo aad u fiican oo si fiican loo wanaajiyo nooc walba lehna sameeya meel wanaagsanna ku yaalla. Asbuucan soo socda gudihiisa aan hadda ku jirno maanta kowda ah labada maalmo oo soo socotana waxaan daah furaynaa airport-ka weyna. Marka amni iyo horumarba Ilaahay baan ugu mahadcelinayaa. Marka koobaad amniga cid abaal ku laana lahayn ma jirto loogu mahadcelinayo. Wixii qabsoomay oo halkan ka qabsoomay ummad Ilaahay raba inuu badbaadiyay ahaydo maraxishaan maraynaa garanayno mucjiso Alla keenay bay ahaydo badbaado ah.